بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل بنعمة المسيح الموضوع اللي اتكلمنا فيه في الحلقة اللي فاتت. ربنا يدينا نعمة وبركة ويجعل هذه الحلقات لمجد اسمه القدوس. عايز أحبائي أختم بأعظم شهداء في تاريخنا الحالي، وهم شهداء قرية العور بليبيا اللي استشهدوا في ليبيا. هم طبعا بنقول شهداء ليبيا، لكن هم شهداء بلدة العور مركز صملوط في ليبيا. وانا عايز اقول احبائي واشهد امام الله، انا بشكر جدا 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 مطرانية صملوط اللي طلعت هذا الكتاب العظيم، هذا الكتاب الرائع، هذا الكتاب اللي مملوء تأملات رائعة. وأقول ربنا يعوضكم كل خير، وأنا من خلال هذا الكتاب هكلمكم عن هؤلاء الأبطال العظماء، الأبطال العظماء دول أبطال الإيمان، أبناء دول أسود. عايز أقول إن دول أسود، أبناء الأسد الخارج من سبط يهوذا اللي هو السيد المسيح. أسود زي أبوهم، أسود زي أبوهم. أما القتلة فهم كأسود، كأسد، دول أولاد إبليس، كأسد زائر ملتمسا من يبتلعه، دول أولاد إبليس. القديسين والشهداء أبناء الأسد الحقيقي، أما القتلة أبناء إبليس اللي قال عنه كتاب كأسد زائر ملتمسا من يبتلعه هو. ولكن طبعا الأسد الخارج من سبط يهوذا سحق، سحق اللي هو عامل نفسه كأسد ده، وادانا احنا أولاده السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، يعني كل جيشه وكل قوة العدو، يعني كل سلطانه. الأبطال العظماء دول لم يكونوا أساقفة ولم يكونوا كهنة ولم يكونوا علماء في الكتاب المقدس، ولكنهم عمال غلابة بسطة، عمال غلابة بسطة. ودول اللي قال عنهم السيد المسيح اختار بسطاء العالم ليغزي بهم الحكماء، واختار ضعفاء العالم ليغزي بهم الأقوياء. علشان كده أنا بسأل سؤال، هل العمالقة القاتلين أقوى ولا الشهداء دول أقوى؟ أنا بقول العمالقة، لأن العمالقة دول للرب حرب مع عماليق من دور فدور، عمالقة طول بعرض زي ما بتشوفوا في الصورة، طول بعرض، ها؟ طول بعرض، ناس جبابرة ماسكين الغلابة بيأيدوهم علشان خاطر يموتوهم.
قعدوا يرهبوا فيهم 3 أشهر وهم عمالين يحاولوا انهم يسيبوا المسيح، ما امكنش ابدا. شرفتونا يا عظماء، شرفتوا ارض مصر كلها بل العالم كله. فكم بالحري البلد اللي خرجتوا منها، واهاليكم اللي ربوكم على الايمان، اللي كانوا بيصلوا من اجل ان تثبتوا على الايمان، وكانوا خايفين لا تسيبوا المسيح، ولكن فرحوا جدا لما عرفوا ان انتوا ما سبتوش المسيح. انا عايز اقول لاحبائي ان الشهداء تقبلوا الموت بقلوب ثابتة وإيمان قوي. حصان، عارفين الصور القديسين اللي بيبقوا راكبين حصان؟ يقول لك مرقرقس راكب حصان. مرمين راكب حصان ليه؟ علشان كانوا ضباط. غلط غلط. الضباط دي ملهاش دعوة بالحصنة. الحصان معناه قوة، قوة، قوة في الإيمان. ناس أقوياء. صحتك عاملة إيه؟ زي الحصان، أقوياء في الإيمان للنفس الأخير. وأنا بقول الكلام ده علشان دايما الناس تسأل، هي ليه صورة القديس أبانوب ركب على حصان وهو صغير؟ صغير؟ صغير السن كبير المقدار. اللي عمله القديس أبانوب في حياته من أقوى ما يكون، زي هؤلاء الشهداء اللي كانوا أقوياء. لم يهتز لهم جفن، ده من الكتاب اللي مكتوب، لم يهتز لهم جفن بل كانت عيونهم مفتوحة على السماء. جدعان، عينهم مفتوحة على السماء. الناس اللي هم الجبابرة دول شكلهم مرعب، لكن هم في قلبهم سلام. تصوروا ان القتلة كانوا ملثمين. ملثمين ما بيبينوش وشهم، يعني زي الستات اللي لابسين طرح. عارفين الستات اللي لابسين طرح؟ يقول لك ست بطرحة ما لهمش عيون يشوفوا بها العالم لأنهم جبنة. أما الشهداء كانوا مكشوفين الوجه. يا سلام، لما ربنا يتكلم عن التلاميذ بعد ما حل عليهم الروح القدس يقول لك كانوا يتكلمون بمجاهرة، بمجاهرة، بعد ما كانوا في الأول خايفين والأبواب مغلقة، قاعدين في العليقة والأبواب مغلقة. لما حل عليهم الروح القدس كانوا يتكلمون بمجاهرة. لا يهابون ولا يرهبون القتلة، لأن الله أعطاهم قوة في الإيمان، قوة من الأعالي، بسبب ذكرهم اسم يسوع المسيح. كل ما يقولوا باسم ربنا يسوع المسيح ياخدوا قوة من الأعالي، ويشوفوا في وشهم الفرح والسلام وهم مكشوفين مش متغطيين زي الملثمين. انا في الحقيقه بشكر اللي عملوا الكتاب المحترم ده، لانهم قالوا تعبير من اعظم ما يقول، ما يكون قالته واحده من اخت الشاهدين بشوي وصمائيل استفانوس.
بتقول أنا بشكر داعش لأنهم لم يحذفوا كلمة يا رب يسوع المسيح. جدعة، ست جدعة، نفسي أشوفها، نفسي أشوفها الست دي. الشاهدين بشوي صومائيل استفانوس، بشوي وصومائيل استفانوس، بتقول أنا بشكر داعش إن هم ما حذفوش الكلمة دي، إن هم بيحاربوهم أصلاً علشان الكلمة دي. يقول الكتاب السفاحون أمسكوا بالسيف والشهداء تمسكوا بسيف الإيمان اللي هو كلمة الله الذي أقوى من كل سيف ذي حدين. هما ماسكين سيوف في ايديهم، اما الشهداء متمسكين بسيف الايمان بكلمه الله الحيه الامضه، يعني حاميه من كل سيف ذي حدين، يعني سيف حامي من فوق ومن تحت. القتله كانوا مرتعدين بالرغم من ان اشكالهم مرعبه، ولكنهم كانوا مرتعبين. شكلهم طول بعرض بقوة حاجة ترعب، لكن هم من الداخل خايفين بسبب كلمة يسوع المسيح. أما الشهداء كان قلبهم مملوء بالسلام. ونشكر ربنا أحبائي انهم صوروهم بالفيديو، صوروهم بالفيديو، وشفنا الكلام ده صورة ويبقى ده كتاب موثق، تاريخ موثق، ما نقدرش نهمله. صوروا هذا في فيديو، ظنوا انهم هيرهبوا العالم المسيحي، ولكنهم أظهروا إيمان الشهداء ومنظرهم المملوء سلاما بسبب كلمة يا رب يسوع المسيح. القتلة فصلوا رؤوسهم عن أجسادهم، أما هم فنالوا إكليل السماء، إكليل الشهادة، نالوا إكليل الشهادة. هم دلوقتي فين؟ القتلة دول فين؟ أما المقتولين فين؟ القتلة رماهم العالم وكرههم العالم، داعش للأسف الشديد. الكتاب بيذكر الكلمات العظيمة اللي هقولها دي، يقولوا قالوا هم وعظونا. أنا بشكر اللي كتب الكلمات دي قوي، بيقول الناس دول منظرهم ده وعظونا في دقائق معدودة، وعظوا ملايين العظات بعملهم ده، وعظونا بملايين الوعظات. يا ما ناس بتوعظ، يا ما ناس بتوعظ جابوا مين للمسيح، جابوا مين للمسيح، غيروا حياة مين. شوفوا أحبائي، دايماً أقولها، الإنسان اللي ما يصليش ويقول له رب أنت اللي تتكلم على لساني، يبقى إنسان بيتكلم في الهواء، يتكلم بحكمة البشر. أما اللي ربنا بيديله لسان ناري زي اللي حل على التلاميذ، لسان بس نار بينزل على القلوب يشعلها
والناس تحس بقوة الكلام. يبقى الناس دول وعظونا ملايين الوعظات في دقائق معدودة. علمونا الثبات في الإيمان المسيحي، علمونا أنه لا خطر ولا سيف يفصلنا عن محبة المسيح، لا خطر ولا سيف. وكانوا بركة عظيمة ليس لبلادهم بس العور مركز صمالوط، بل للعالم كله. والحاجة العجيبة ان الناس دول ركعوا كده ليه؟ الجبابرة قالوا لهم اركع، انا ركعوا وطع الارض علشان هنقطع راسك، وطم استهانوا بالموت لانهم عارفين ان هم رحين للمسيح اللي بذل ذاته لاجلهم وسفك دمه لاجلهم، وهم ايضا سفكوا دمائهم من اجل السيد المسيح. الشهداء يركعون بأمر القتلة ثم ينحنون على الأرض ليذبحوا في سلام عجيب، وهم يرددون بصوت عالي يا رب يسوع المسيح. أما نقول ليتقدس اسمك، اسم المسيح هو الذي نقول في جميع الأمم، باسم ربنا يسوع المسيح قوم وامشي، باسم ربنا يسوع المسيح قوم للميت، اسم المسيح. صاروا أعظم مثل للعالم كله. ونقول لداعش أنتم قصدتم بهم شرا والله قصد به خيرا. انتوا فاكرين ان انتوا هتذلوهم وتخلوهم يسيبوا المسيح؟ ده مسكوا في المسيح وبقوا عظة لينا احنا اللي بنتكلم كتير، والوعظ بقى مال الدنيا. على رأي البابا كرولوس يقول ايه؟ يا ابني الهوت ملا وعظ، الهوت ملا وعظ، اجتماعات وأنشطة ومسابقات، لكن فين المسيح؟ فين المسيح؟ الخدمة اللي ما فيهاش المسيح ما تبقاش خدمة، والكنيسة اللي ما فيهاش المسيح ما تبقاش كنيسة، والكنيسة اللي ما فيهاش خدمة إخوة الرب الأصاغر. إلا ربنا قال كنت جعان أكلتوني وعطشان سأتوني. الكنيسة اللي ما فيهاش كده ما تبقاش كنيسة. أنا بقول بأعلى صوتي لأن ده صوت المسيح، هو اللي قال كنت جعانا فأطعمتوني وعطشان سأتوني ومريض وزرتوني. كل الكلام ده هي دي خدمة الرب. زي ما قلت لكم من في حلقة قبل كده ان ربنا بيعاتب الشعب ايام اشعياء، بيقول لهم انا ساكن السماء ورجلي على الارض، الارض انا جالس على كرسية والارض موطئ قدمية، اين البيت الذي تبنون لي؟ اين مكان راحتي الذي أرى فيه وجه المسكين؟ مكان راحة المسيح في بيته علشان خاطر الغلابة، من أجل الأرملة، من أجل المساكين الفقراء والأرملة واليتيم والغريب والضيف. حتى الضيف ما نقدرش نهمله.
والناس دول بيفكرونا في شهداء سباستية اللي الملك أمر بوضع هؤلاء الشهداء في حوض مليان تلج بعد ما يعروهم من هدومهم ويرموهم في وسط هذا التلج في عز البرد، وأنع هدومهم ونزلوا رموا نفسيهم وقالوا أصل احنا بنعر نفسينا زي ما السيد المسيح عرى نفسه من أجلنا، صار عريانا ليكسونا بالثوب بره. الشيطان بقى لعيبه أسقط آدم وحواء وحسوا انهم عريانين، يقوم يجي ربنا يصارع عريانا ليكسونا بثوب بره. فقالوا اذا كان السيد المسيح كان عريان لاجلنا واحنا ما نعملش كده، وخلعوا ثيابهم ينزلوا الى حمام الثلج في البرد القارس. والناس دول بيفكرونا بالكلمة العظيمة اللي قالها أبونا في شوي كامل، ما تفكروش في التجربة ولكن فكروا في المسيح اللي معاكم في وسط التجربة زي ما كان مع الثلاث فتية القديسين. من ضمن الشهداء العظماء الشهيد طوادروس يوسف. الناس دول كانوا بيضغطوا على القديس طوادروس يقولوا له غير اسمك، قال لهم اللي يغير اسمه يغير دينه. شوف العظمة، شوف العظمة، هؤلاء البسطاء جابوا الحكمة دي منين؟ يبقى إذن زي ما ربنا قال أعطيكم فمن وحكمة. أبو الشهيد طوادروس وهو قاعد في العزة لقى واحد جاي بيقول له أنا سمعت إن في خمسة ارتدوا منهم. الرجل أغمى عليه، الرجل كان معلوماته غلط، وبيقول له لابو الشهيد طوادروس بيقول له انا سمعت ان في خمسة ارتدوا عن الايمان. الرجل اغمى عليه، وبعد كده لما شاف الفيديو ولقى انهم كلهم موجودين فرح جدا جدا وتعزت نفسه. عايز أقول أحبائي أن السيد المسيح لما قال للتلاميذ من يقول للناس إن أنا، قالوا له كل واحد قال له ناس بيقولوا إيه وناس بيقولوا إيه، لكن بطرس قال أنت هو المسيح ابن الله. فقال له يسوع أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني بيعتي. من الصخرة اللي هو بطرس، صخرة الإيمان بأن المسيح هو الله. إحنا أمنا أحبائي على صخرة، لو واحد اتخبط في الصخرة هيتعور، لكن لو الصخرة وقعت عليها تسحقه. أم الشهيد عزت بشرى قالت أنا فرحانة لأن الله استجاب لأصوامنا وصلواتنا وأعطى سندا للشهداء وعزانا. يا تصوروا، صوروا إن أهالي الناس دول كانوا بيصلوا علشان يثبتوا عن أمان، علشان يستشهدوا زي قديسة رفقة اللي قدمت خمس عيال وبقت تقعد قالت قدموهم هم الأول عشان تطمن عليهم، وشافتهم بعنيها وهم بتعذبهم، وبعدين هي استشهدت في الآخر.
وقال والد الشهيد جرجس ميلان، قال بعد مشاهدة الفيديو، بعد ما شاهدت الفيديو تغيرت أحاسيسي كثيرا، لأن كلمة يسوع على ألسنتهم. وكان كل ما يشغلني أن يصل ابني ويكون موجودا معهم، ولما عرفت ان هو من معاهم صار في داخلي فخر عظيم لنوال اكليل الشهادة. شوفوا احبائي، كلمة فخر دي اتقالت من جميع اباء وامهات وقرايب الشهداء، فخر. وانا قلت من شوية انهم فخر ليس لبلدة العور فقط ولا لمصر فقط، بل للعالم كله. قال عم الشهيد جابر منير أن نحن في حالة فخر، ووالد الشهيد كيرلس بشرة قال إننا فخورين جدا، أنا فخور جدا بابني، لأن كنت أصلي من أجل إيمانه، ولما رأيته بهذه الصورة فرحت جدا. وقالت أخت الشاهدين بشوي وصمائيل استفانوس، اثنين اخوات، انا افتخر باخواتي لانهم صاروا وسام فخر لنا. انا احبائي قريت الكتاب ده قبل كده وانا بحضر العظة، قريته، ولكن لما كتبت العظة حسيت بقوة عظيمة، وحسيت ان هؤلاء الشهداء عظماء جدا، وانا بوصيهم واقول لهم يا شهداء العور الذين استشهدتم في ليبيا، أرجو إن احنا نبقى أصحاب أنا وإنتم، زي ما قال لنا الكتاب المقدس العبيد إخواتكم ورفقاءكم، دول إخواتنا وأصحابنا، زي ما حبكم حبونا، وزي ما اتكلمت عنكم ساعدونا واشفعونا وحلوا كل المشاكل والضيقات، وخلينا نوصل للدرجة اللي انت وصلتم ليها يا عمال يا بسطاء، يا عمال يا بسطاء، يا اللي صرتم اعظم واحكم من اي حكيم على الارض. اشكر ربنا اللي سمح لنا ان ننظر لهؤلاء الشهداء. طبعا في شهداء دير الانبا صمائيل اللي كانوا رايحين ياخدوا بركة الدير، وطلع عليهم الإرهابيين وقتلوهم. وفي شهداء كنيسة ماري جرجس طنطا اللي هم بيصلوا في أمان هجم عليهم الإرهابيين وفجروهم، وكنيسة القديسين، وهكذا كل الشهداء والقديسين اللي أرضوا الرب بأعمالهم الصالحة منذ آدم وإلى أواخر الدهور، وبناخد بركة اللي لسه هيجوا ويبقوا قديسين ويبقوا شهداء، بركتهم تكون معانا كلنا. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها، آمين.